نكمل أسئلتنا عن المعمودية والميرون. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا بك يا يوسف. في سؤال مهم جميل جدا يا سيدنا، بس ممكن نتفرج عليه الأول؟ أه طبعا، أهلا وسهلا. سلام يا سيدنا بارسنيا نعيم، ليس من مرقس الجندول وبرشية شرق السكة الحديد. ممكن أسأل نيافتك سؤال؟ ليه ساعات التعميد بيبقى بالتخطيط، ولو الطفل مريض أبونا بيرشمه بالمية، ووقت الاستشهاد بنقول إنها معمودية دم؟ هو فيه كذا طريقة للمعمودية؟ سلام يا سيد. طبعا طريقة التعميد الأساسية هي التغطيس، إن الواحد يدفن مع المسيح، لازم يندفن مع المسيح، عشان كده بيتغطس في المية كله 3 مرات. طيب افرض في ظروف بقى استثنائية، يعني في طفل عيان في المستشفى وما تعمدش لسه وهيموت، واحنا خايفين يموت من غير معمودية، فده لو غطسناه في المية هيموت، وبعدين حمان لو خلعناه اصلا من المستشفى ممكن يموت. فابونا بياخد مية المعمودية معاه كده في كوباية ولا في ازازة، ويروح يمسح جسمه بالمية 3 مرات. تبقى ده ايه؟ حاجة استثنائية مش القاعدة. اما حكاية معمودية الدم دي يعني ايه؟ لو واحد مش مسيحي وثني بيعبد اوثان، وبعدين راح يتفرج على الشهداء اللي بيتقتلوا من اجل المسيح، فجأة بص لقى في ملايكة نازلين شكلهم جميل جدا ونوراني، ومسكين في ايديهم تاجات بيحطوها على رؤوس الشهداء، فهو حس المنظر ده بيقول انا نفسي ابقى زيهم، فراح مصرخ وقال انا مسيحي انا مسيحي. فطبعا يروحوا الجنود جايبينه وقاتلينه هو كمان. طب ده ملحقش يتعمد لان لسه كان وثني على طول دلوقتي، بس لما شاف المنظر امن بالمسيح. فنسأل بقى، طب هو ده ما تعمدش يدخل السماء ازاي؟ فالكنيسة قالت ان هو تعمد في دمه اول ما قتلوه من اجل المسيح، زي بالظبط واحد مات مع المسيح في المعمودية، فسموها معمودية الدم. هما دول بس 3 حالات. الحالة الطبيعية تغطيس، لازم تغطيس، الاستثناء ان هو بيمسحه بالمية عشان عيانه في المستشفى، او جايز مثلا حد كبير في السن قوي وجسمه تخين كده ونايم في السرير ما يقدروش يحركوه، وقال لولاده على فكرة انا ما تعمدتش، انا فاكر ان انا ما تعمدتش وانا صغير، انا نفسي اتعمد قبل ما اموت. طب ابونا ده هيعمل ايه؟ هنشيله ازاي ونحطه في المعمودية؟ فيجي ابونا برضو يمسحه بالمية، وبنعتبر دي حاجة استثنائية. طب سيدنا، هو ليه أبونا لما بيجي يعملنا بيعملنا 3 تقديسات بس؟ يعني مش المفروض يعملنا 4؟ يعني لما احنا بنيجي نرشم الصليب باسم الآب والابن والروح القدس، دول 4، فليه أبونا مش بيغطسنا 4 مرات؟ طب أنا هسألك سؤال، احنا بنقول باسم الآب صح؟ اه. ده أول أقنوم، والابن ده تاني أقنوم، والروح القدس دول أقنومين ولا أقنوم واحد؟ الروح القدس. اه دول كلمتين يعني. كلمتين كده، لكن نوم واحد. ايوه. يبقى عشان كده 3 أقانيم، الاب والابن والروح القدس. الروح القدس اقنوم واحد، مش عشان هو كلمتين يبقى اقنومين، لا هو اقنوم واحد، عشان كده 3 أقانيم 3 غطسات. طب يا سيدنا، هو مش اله واحد، ليه ما بنغطش غطسة واحدة؟ ما احنا دايما بنقول اله واحد، لكن كم اقنوم؟ 3 أقانيم. 3 أقانيم. طب ال3 أقانيم إله واحد ولا 3 آلهة؟ إله واحد. إله واحد. طب إحنا لما بنيجي نعمد، معمودية واحدة ولا 3 معموديات؟ معمودية واحدة. وكم غطسة؟ 3 غطسات. 3 غطسات، عشان كده ال3 غطسات زي ال3 أقانيم، الـ3 معمودية واحدة، وال3 أقانيم إله واحد. لو إحنا غطسنا غطسة واحدة يبقى إحنا فاهمين ربنا غلط، بنقول ربنا أقنوم واحد. احنا بنقول معمودية واحدة 3 غطسات، إله واحد 3 أقانيم، لكن ما عمرنا ما هنقول عشان هو إله واحد يبقى أقنوم واحد، ولا عشان هما 3 أقانيم 3 آلهة، صح؟ وفي نفس الوقت في المعمودية
بنقول معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ألا أبونا بيغطس 3 مرات. 3 مرات مش معناها 3 معموديات، والمعمودية الواحدة مش معناها غطسة واحدة. كم معمودية؟ معمودية واحدة. كم غطسة؟ 3 غطسة. ألخبطك طيب؟ كم معمودية؟ واحدة. وكم غطسة؟ 3. طب كم إله؟ واحد. وكم أقنوم؟ 3. ألخبطك، كم أقنوم؟ 3. كم إله؟ واحد. برافو عليك. في سؤال من أصحابنا عاوزين نعرف إجابته، ممكن نتفرج عليه؟ أهلا وسهلا. سلام يا سيد، أنا اسمي أرساني رومان وعندي 9 سنين ومن كنيسة مريم القدس بالجندول بالزاوية الحمر. كنت عاوز أسأل نيافتك سؤال، هو لو أبونا مغطس النونو بالكامل في المية كده يكون اتعمد أو ما اتعمدش؟ لا، هو طبعا المفروض أبونا بيغطس النونو بالكامل في المية، وإحنا مش مفروض نتشكك. يعني جايز يكون أحيانا أبونا خايف على الطفل إن هو يشرق من المية فبيغطسه لغاية رقبته، آخر غطسة بيغطس دماغه كلها، لكن إحنا نبقى مطمنين طالما أبونا الكاهن عمده يبقى هو متعمد وما نتشككش. سؤال صعب شوية بس كلنا عايزين نعرف إجابته، ممكن نتفرج عليه؟ ممكن جد. سلام يا سيدنا، أنا اسمي جاستن سمير من كنيسة مريمون أسين جندول إبراهيمية شرق السكة الحديد. عندي سؤال لنيافتك، يعني إيه ولادة جديدة أو طبيعة جديدة؟ هو طبعا على رأيك سؤال صعب شوية، لكن مش صعب عليكم، أنتوا فيكم الروح القدس وتقدروا تفهموا كل حاجة. احنا ساعة لما اتولدنا من بابا وماما دي اسمها الميلاد الاول، طلعنا جوانا خطية ادم. طب ربنا عايز يغسل لنا خطية ادم، فهو رتب ان المعمودية تغسلنا من خطية ادم ونتولد من جديد، عشان كده اسمها الميلاد الثاني، الطبيعة الجديدة. الميلاد الاولاني خلاني ابن ادم وحواء، عشان كده كل البشر اسمهم بني ادم، ادم واحد واحنا بني ادم ده جمع، والمفرد بتاعها ابن ادم او بنت ادم. على فكره مفيش كلمه بني ادمين لان هو ادم واحد، لكن بني ادم ده جمع، المفرد بتاعها ابن ادم وبنت ادم. كل البشريه اولاد ادم، لما بنيجي نتعمد ده بنبقى اولاد الله، كأن سبت العيلة دي ودخلت في عيلة جديدة. حتى الكتاب المقدس سماها اهل بيت الله. تقدر تقولي 3 كلمات دول؟ اهل بيت الله. احنا بين اهل بيت الله، ودي عشان كده في انجيل يوحنا قال ايه، اما الذين قبلوه اللي هم قبلوا المسيح فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، بعد ما كانوا اولاد مين؟ آدم وحواء. طبعا اللي يبقى ابن لله يبقى يدخل السماء ويتمتع بالمجد، عشان كده احنا بناخد في المعمودية ميلاد جديد من الله بعد ما كان ميلاد قديم من آدم وحواء اللي هو بابا وماما، نبقى أولاد الله. طب يا سيدنا، لما بنتعمد بناخد طبيعة جديدة، ازاي بعدها بنغلط؟ صح. هو هنا سألك سؤال بس تجاوبني، هو احنا بعد المعمودية بنبقى احرار ولا مش احرار؟ احرار. احرار طبعا. طب الانسان الحر بيتصرف بارادته ولا غصبا عنه؟ بارادته. طب افرض ارادتي ومزاجي خلاني اغلط، يبقى دي مسؤوليتي ولا مسؤولية حد تاني؟ انا غلطت، يبقى مسؤولية مين؟ مسؤوليتي انا. مسؤوليتي اعمل ايه ساعتها؟ اتوب واعترف. فربنا لما بيدينا طبيعة جديدة مش معناها ان احنا مش احرار، بس يا ريت الناس كلها تستخدم الحرية دي ان انا امشي كويس ما اعملش غلط، لكن اذا غلط ربنا فتح لنا باب التوبة. انت عارف بقى لو كنا في المعمودية اخذنا طبيعة ما بتغلطش، يبقى احنا بنعمل الحاجات الكويسة غصبا عننا مش بإرادتنا، والحاجة اللي تتعمل غصب ملهاش طعم. لازم الواحد يعمل كل حاجة بمزاجه يبقى مبسوط،
انت تبقى مبسوط ان انت جاي معايا في الاستوديو بنسجل حلقة. انت جاي غصب عنك ولا جاي وانت مبسوط؟ جاي انا مبسوط. دي الحاجة كويسة. مثلا تكون بتذاكر بإرادتك عشان تبقى متمزج كده وانت قاعد تذاكر فرحان بالمذاكرة، حاسس ان المعلومات اللي في الكتاب دخلت في دماغك بقت عظيم بالمعرفة. بنروح الكنيسة واحنا فرحانين، مش غصب عننا. لما يكون وقت صلاة واقف اصلي انا فرحان لان انا اللي عايز كده. لما يكون يوم صيام بصوم لان انا عايز كده. لكن لو حد اجبرني ان انا اصلي ملهاش طعم. حد اجبرني ان انا اصوم ملهاش معنى. فالله يريد ان احنا دايما نعمل كل حاجة واحنا مبسوطين. طب لو انا بقى مزاجي كده معكر شوية وغلطت، دي معناها على طول ارجع وفوق لنفسي وانا اسف، اعتذر لربنا واروح اقول لابونا في سر الاعتراف. يعني قصدي نيافتك يا سيدنا ان كل واحد بيتعمد مره واحده بس، ولما بيغلط بيتوب ويعترف. صح بالظبط كده. عارف ليه دي؟ لان هو المسيح اتصلب كم مره؟ مره واحده. عشان كده احنا نتعمد مره واحده. لكن بعد كده لو غلطت مش هحتاج اتعمد تاني. يبقى العلاج ان انا اعترف واقول يا رب انا اسف على اللي عملته، واقول لابونا فابونا يصلي لي تتغفر الخطايا. شكرا ليك يا سيدنا انك بترحب بكل اسئلتنا، وبنفرح جدا باجابات نيافتك لانك بتبسط لنا الحاجات الصعبه وبتخلينا نفهمها بسهوله. وان شاء الله تتقابل مع نيافتك باسئله تانية ومواضيع محتاجين نفهمها. باي باي.